كيفاش كتشوفي انت واقع الرياضات النسوية تحديدا؟ بالنسبة للرياضات النسوية، أول حاجة اللي خصني نقول هي أن لا الدستور المغربي ولا القوانين المغربية كلها يعني كتشجع وكتحث المرأة أنها تمارس الرياضة وتكون في القيادات وتكون في يعني في جميع الأجهزة ديال الرياضة، لا لعيبة ولا قيادية ولا هذا. دابا اللي كاين هي أن يعني الثقافة ديالنا شحال هذه ما كنهضرش على دابا، ربما يعني كان احتشام يعني المرأة أولى، ولا ربما حتى عدم ثقة في النفس، لا أنا ما نقدرش ندير هذه، لا أنا ما نقدرش هذه، ولكن هذه المسألة دي تجاوزت دابا تجاوزت. اللي باقي واللي ما كيهضر عليه حتى شي واحد، وهذا الشيء أنا كنعيشه كمرأة رئيسة الجامعة منذ 27 سنة، هي أن فرق كبير، فرق كبير في الطريقة كيف كنت كندير هذه الجامعة من قبل ما نتزوج ونولد وليداتي، ومن مور ما تزوجت ولد وليداتي، فرق كبير. من قبل ما نتزوج كنت عايشة في دار الوالد والوالدة، كندخل كناكل كنشرب، ما كنتكلف حتى شي حاجة، كنخرج للخدمة ديالي ونسير الجامعة بواحد الراحة كبيرة. ملي تزوجت ولدت راه وليت في العذاب الأليم، وليت في العذاب الأليم، وقدمت ثقتي وفي الجمع العام قلت لهم راه أنا ما يمكن ليش، راه ما نبقاش قادرة، خصوصا ملي ولدت البنيتة ديالي الثانية صافي الهرمونات تقلبات لي في الدماغ ديالي، الجلد ما بقاش، القانة ما بقاش، القانة ما بقاش. وهذا لالا سلمى، راه هذا هو التحدي اللي كتعيشه المرأة المغربية العاملة، راه كل يوم هذا هو التحدي، أن كيفاش توفق ما بين عملها وما بين الضغوط النفسية والهرمونية كيف ما قلتي، وما بين ضغوط الحياة.